سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل اقتراح. تفعيل اقتراح الرموز التعبيرية المتحركة. نقوم بضغطنا على تطبيق تيليجرام، من ثم سوف نقوم بضغطنا، بعدها سوف نقوم بضغطنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بضغطنا على الإعدادات المحددة، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل وضغطنا على الملصقات والرموز، من ثم سوف نقوم بضغطنا على الرموز التعبيرية، بعدها سوف نقوم بضغطنا على اقتراح الرموز التعبيرية المتحركة. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل اقتراح الرموز التعبيرية المتحركة. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم.